أهلا بكم. رجح مركز جنيف الدولي للعدالة أن السلطات في العراق بدأت بالتخلص من مئات الجثث للمخفيين قسريا والذين دفنوا في كربلاء مؤخرا كوجبة جديدة من الذين قضوا على يد الميليشيات الطائفية. تسليم 230 جثة من جرف الصخر لجمعية خيرية لدفنها يصفها البعض محاولة لطمس حقائق هذه الجريمة وهوية مرتكبيها، وهي جريمة مركبة تضمنت القتل وإخفاء هوية المغدورين. المرصد العراقي لحقوق الإنسان أكد أن الجثث التي تم العثور عليها في بابل ليست مجهولة الهوية، بل إنها عمليات إبادة جماعية جرت في مناطق جنوب بغداد بحسب المرصد. نضع تحت الضوء حيثيات هذه القضية بعد هذا التقرير. أن تظهر وليس للغربال أن يغطي وجهها، فها هي الحقائق تتكشف عن جريمة قتل 231 مدنيا من المخفين قسرا والذين دفنوا في كربلاء مؤخرا كوجبة جديدة من الذين قضوا على يد الميليشيات الطائفية. هيئة علماء المسلمين في العراق وصفت تسليم نحو 230 جثة من جرف الصخر لجمعية خيرية لدفنها أنه محاولة لطمس حقائق هذه الجريمة وهوية مرتكبيها، وهي جريمة مركبة تضمنت القتل وإخفاء هوية المغدورين. مركز جنيف الدولي للعدالة رجح أن السلطات في العراق بدأت بالتخلص من مئات جثث المخفين قسرا منذ سنوات في سجون ميليشيات الحشد السرية، وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. وأكد المركز أن هذه العملية هي محاولة متكررة من قبل الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ عام 2003 لطمس وتشويه الحقائق وحرمان ذوي الضحايا من معرفة الحقيقة. المرصد العراقي لحقوق الإنسان أكد أن الجثث التي تم العثور عليها في بابل ليست مجهولة، وتحدث المرصد عن عمليات إبادة جماعية جرت في مناطق جنوبي بغداد. أما لجنة حقوق الإنسان النيابية فقد ذكرت في تقرير لها أن ملف المغيبين بات يتضخم مع اكتشاف أعداد جديدة منهم بعد مرور 5 سنوات على اختطافهم، مبينة أن هناك نحو 15,000 يقبعون في مخابئ سرية، فيما أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش على أن أعدادهم وصلت إلى ما بين 250,000 إلى 1,000,000 مفقود. نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان أشار إلى أن مصير 9,000 مختطف مسجلين لدى المفوضية رسميا من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لا يزال مجهولا، وأن المعلومات تشير إلى تغييب آلاف العراقيين الذين اختفوا أثناء مرورهم قرب مفارز أمنية تديرها ميليشيات مسلحة. هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، فهي حلقة في مسلسل الجرائم التي تمارسها الميليشيات بدعم حكومي وبشكل ممنهج. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، لسلط الضوء في هذه الحلقة على جرائم الإخفاء القسري والقتل الطائفي في العراق. أرحب بضيوف الكرام. ضيفي في الاستوديو دكتور جاسم الشمري الباحث السياسي العراقي، أهلا بك دكتور جاسم، وعبر سكايب الأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي من فيينا، مرحبا بك أستاذ زياد السنجري. أهلا وسهلا، أهلا بكم. وأيضا سينضم معنا لاحقا الأستاذ الشمري أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. إذا نبدأ معك دكتور جاسم الشمري، يعني لجنة حقوق الإنسان تتحدث عن أكثر من 15,000 يقبعون داخل سجون سرية في العراق، منظمة هيومان رايتس ووتش أيضا تحدثت عن نحو 1,000,000 يقبعون تحت سجون سرية داخل العراق. جرائم الإخفاء القسري نتحدث عنها الآن وليست ربما الحادثة الأخيرة، حينما تم تسليم 230 جثة من جرف الصخر لجمعية خيرية لدفنها، يعني البعض يصفها أنها محاولة لطمس هوية هذه الجريمة وهوية مرتكبيها أيضا، وهي جريمة مركبة. من وجهة نظركم جرائم التغييب القسري، يعني كيف تنظرون إليها في العراق؟ من له المصلحة في استمرار هذه الجرائم وهذه الانتهاكات علنا؟ شكرا لكم، تحية لك أخي سمير والأخ زياد ولمتابعي الرافدين. اليوم كنت أتصفح في أحد المواقع الأجنبية ورأيت فيلما عن أجلكم الله وأجل الله الجمهور، كلبة تبكي. هذه الكلبة كانت تبكي واستنجدت بامرأة، وعرفت المرأة لاحقا أن صغير هذه الكلبة وقع في حفرة
فاتصلت بالدفاع المدني، وهذا اليوم الكلام. وبعد محاولات تمكن فريق الدفاع المدني، أعتقد هو في اليابان، من إنقاذ هذا الكلب الصغير. ورأينا أن الصغير بدأ يرضع من أمه الكلبة، وعادت الفرحة إلى هذه الأم. أنا أريد أن أربط هذه القضية مع جل الاحترام والتقدير والإجلال لأمهاتنا وأخواتنا وأحبابنا في العراق. أنا أريد أن أربط الجانب الإنساني لعوائل المغيبين. يعني حالة، يعني كيف يمكن أن نصف حالة عائلة لا تعرف مصير ابنها؟ يعني الموت حق، ومن الممكن لكل إنسان أن يكون عنده مصيبة الموت، يعني لطف الله سبحانه وتعالى للإنسان يتمكن أن ينسى الموت بمرور الزمن. لكن الفقدان أو التغييب أو المصير مجهول، هذه الحالة لا هي حالة موت ولا هي حالة حياة، تجعل العائلة والبيت والعشيرة في توتر دائم، لأنهم لا يعرفون أين ذهب الشخص. هنا حينما نتحدث عن هذه الجزئية، نحن لا نتحدث عن قطة، ولا أجلكم الله عن كلب، ولا نتحدث عن إنسان له عائلة، له أم، له أب، له زوجة، له أولاد، له أقرباء، له. هذا الإنسان بلحظة يكون في إعداد المغيبين، يعني ليس في إعداد الأموات. الموت حالة طبيعية في الحياة، أما التغييب أو التضييع أو يعني سميها ما تشاء، هذه الحالة هي حالة شاذة. وبالتالي السؤال هنا، كيف يمكن تصور دور حكومة ودور برلمان ودور وزارة الصحة ودور وزارة الداخلية ودور وزارة الدفاع أمام هكذا حالة؟ يعني قبل أيام تم دفن 31 جثة. لنترك 30 جثة ونتكلم عن جثة واحدة حتى نثبت ونؤكد أن هنالك استخفافا بالإنسان. الجثة كانت لضابط برتبة ملازم. هذا ليس إفغاني ولا شيشاني ولا قاعدة ولا داعش ولا أي شيء، هذا عراقي، بدليل أن المجلس المحلي في بابل قالوا أن من بين الجثة مجهولة جثة ضابط برتبة ملازم. بالله عليك، هذا الضابط برتبة ملازم ألا يوجد لديه وحدة عسكرية؟ مؤكد لديه وحدة عسكرية. الوحدة العسكرية تعرف في أي يوم تغيب هذا الضابط. نحن لا نتحدث عن جندي، نتحدث عن ضابط، وعليه هم يعرفون أين ذهب هذا الضابط، أو أين فقد هذا الضابط، أو في أي يوم فقد هذا الضابط. ولو كان هنالك دولة بمعنى الكلمة وليست أكذوبة، لتمكنت الدولة من العثور على عوائل هؤلاء. مثلا يعني الدولة كان يمكن ببساطة، مثل ما كانوا يعرضون علينا المجرمين والقتلة على قناة العراقية وبقية القنوات، يمكن، يعني أنا أعرف قناة في تركيا لديها برنامج يومي عن المغيبين، والمغيب في تركيا ليس مغيب بسبب الأمن ولا، وإنما بسبب قضايا اجتماعية في الغالب. لماذا هم يعني جعلوا برنامج خاص للمغيبين؟ بسبب اهتمامهم بالإنسان. وعليه كان يمكن لوزارة الصحة مثلا، أو وزارة الدفاع، أو حتى رئاسة الوزراء، أن تجعل في الموقع الإلكتروني لهذه الوزارات أو رئاسة الوزراء موقع تحت عنوان صور المغيبين. يعني حينما يعني يعثروا على جثة فلان من الناس، يمكن ببساطة مع توفر الموبايل والتقنيات الحديثة الموجودة اليوم أن يصوروا جثة القتيل ويتم عرضها على مواقع، والعوائل تتعرف على صور أبنائها، ثم بعد ذلك خلال أيام ينتهي هذا الملف. إذن ما الذي يجعلهم لا يفعلوا هذا الشيء؟ هنالك أمر ما دبر بليل. إذن هذا الأمر هو أن هنالك شيء
يريدون إخفائه من وراء هذا الأمر، وبالتالي القضية مدبرة وعليه لا يمكن أن نبرئ الحكومة. رضيت الحكومة أم لم ترضى هذا أمر آخر. طيب. القضية واضحة أن هنالك تلاعب وعدم احترام للإنسان العراقي. اسمح لي أن أرحب بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، انضم معنا عبر سكايب من فيينا. أستاذ زياد، استمعت لما تحدث به دكتور جاسم الشمري، تساءل هو الدكتور ما الشيء الذي يراد إخفاؤه؟ لماذا لا يكون هناك أساليب معينة متبعة، وهي أساليب ليست بصعبة، إنها أساليب بسيطة ممكن عن طريق الإنترنت أو غيره، متابعة أين مصير هؤلاء المغيبين والذين ظهرت جثثهم في الآونة الأخيرة وعليها آثار إطلاقات نارية وهم مغدورين؟ يعني ما الشيء الذي يراد إخفاؤه؟ أين دور الحكومة في ملف المغيبين قسريا أستاذ زياد؟ نعم عزيزي الدكتور سامي، تحياتي لك وكل المشاهدين وضيوفك الكرام. بداية الكلام كثير، ولكن أريد أن أشكر قناة الرافدين الفضائية التي دائما ما تضحكنا ببرامج ونشرات إخبارية متخصصة في مجال حقوق الإنسان الذي غيبته أكثر من 70 قناة عراقية للأسف في هذا التوقيت وهذا الملف الحساس جدا. تحياتي لكم وللإدارة. الحقيقة هذا الملف ملف معقد جدا، ولكنه يوم بعد يوم تتضح حيثياته، حيث أن الملف هذا وجدنا هناك تواطؤ حكومي، إشراف حكومي، تنسيق حكومي مع تلك الميليشيات في تغييب هؤلاء الناس من كل المحافظات. عزيزي الدكتور سمير، بعجالة أريد أن أذكر بعض الأرقام. هناك أكثر من 8000 مغيب لدينا في محافظة نينوى. في صلاح الدين هناك تقرير أحد الزملاء في أحد القنوات العربية يقول 3000 مغيب. في قضاء الدور فقط 298 إنسان بريء تم تبرئتهم من كل الدوائر ذات العلاقة، وبينهم أقارب وبينهم مرضى مقعدين وبينهم أطفال أخذتهم الميليشيات، ولحد الآن مصيرهم مجهول. هناك حوادث حدثت كثيرة جدا، في على سبيل المثال في مدينة الموصل، ودليل على كلام الأستاذ جاسم الشمري، هناك حالة في عام 2017 دخلت القوات الحكومية إلى مدينة الموصل، وفي أواخر فترة حكم داعش اعتقلوا أحد الأشخاص. هذا الشخص اسمه طلال سعدون الفنر الشمري. هذا الشخص بوشاية من 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 أحد الأشخاص الوضيعين الذي يعمل على الدانقين مع الحكومة ومع داعش. هذا الشخص أوشى به وهو إنسان بريء، تم أخذه من قبل ميليشيات داعش. بعد فترة دخلت القوات الأمنية، القوات الأمنية التي دخلت اعتقلت الجميع من ضمنهم المسجونين لدى داعش. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم سلموه إلى قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية التي ميليشيات تردتي زي عسكري أخذوه وموجود وتم مساومة أهله، ولكن مع ذلك يرفضون إطلاق سراحه. كثير من الصور سرقت في السجون تؤكد أن هذا الشخص موجود منذ عام 2017 وتحدى الآن. إذا نتحدث عن دور حكومي، عن تنسيق عالي ما بين الميليشيات وما بين الحكومة. عندما فرضت إيران إرادتها بدخول الميليشيات إلى المناطق المنكوبة والمناطق المحافظات الغربية والسنية إلى آخره، كان لها دور رئيسي في عملية تغيير ديموغرافي منهج انتهجته تلك القوات عبر تغييب الناس، إرهاب الناس. أي شخص حالي لدينا في المحافظات العراقية المنتفضة تعرضت إلى دمار، الكل اتهم حتى يثبت براءته. إذا نتحدث عن تغيير مجتمع كامل، مكون كامل، وما هو البديل؟ البديل لدينا هو قيادات للأسف تدعي زورا وبهتانا أنها تمثل السلطة، ولكنها مجرد أدوات للمشروع الإيراني. ونراهم اليوم في تحالفات سياسية مع تلك الكتل المنضوية تحت الحرس الثوري الإيراني. إذا نتحدث عن ملف كبير جدا ومعقد جدا، وهذا الملف يحتاج إلى تدخل دولي، ويحتاج إلى إمكانيات هائلة، ويحتاج إلى منظمات رسمية وعالمية تستطيع
أن تثبت عبر الإحصائيات والأرقام التي تصلنا بشكل شخصي وبشكل عام لدى السوشيال ميديا ولدى وسائل الإعلام الأخرى. علينا إذن أن ننشر تلك المأساة. نحن نتحدث عن عوائل مثل ما تفضل الدكتور جاسم الشمري تعاني ليل نهار، عن أمهات شبه ثكلة ليست ثكلة، عن 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 أطفال. اليوم لدينا طفل معقد نفسيا، لا يستطيع الكلام مع أحد، لا يستطيع أن يحاور أحد كونه متعلق بوالده. أنا أب لذلك الطفل، أنا أعتبر نفسي أب لذلك الطفل، وكل طفل والده مغيب. إذن علينا نحن الآن مسؤولية أخلاقية كبرى، مسؤولية يجب أن نتعامل معها بمنتهى المهنية بمنتهى الإنسانية. هذا ما يحدث الآن في العراق، وما هناك حوادث أكثر وأكثر، ربما أكثر مشاعر. هذه نقطة أستاذ زياد سأعود إليك مرة أخرى، نقطة مهمة تتحدث بها عن موضوع التدخل الدولي. لماذا لا يكون هناك تدويل للقضية؟ يعني مثل ما تحدث المرصد العراقي لحقوق الإنسان دكتور جاسم الشمري، عمليات إبادة جماعية جنوبية بغداد، يعني كانت من مخرجاتها ما حصل من ظهور هذه الجثث التي وصفت بأنها ليست مجهولة الهوية بل معلومة. لماذا لا تدول هذه القضية وخصوصا ملف المغيبين قسريا؟ يعني يجب أن نعترف بحقيقة أن العالم لا يهتم للمصائب التي لا تهتم بها الشعوب. نحن لدينا كارثة وطنية عراقية. الكارثة الوطنية العراقية لا يوجد من يهتم بها بدرجة واضحة. وعليه لو تابعنا يعني غالبية النواب الذين يدعون أنهم يمثلون هذا المكون أو ذاك لا يهتمون بهذا الملف. المجالس المحلية في المحافظات في الغالب لا تهتم لهذه الملفات. عوائل المفقودين، يعني أنا بالنسبة لي أنا عندي كارثة. يعني ما الذي، يعني هنالك مثل يقول يعني المبلل لا يخاف من المطر. من ماذا بقي الخوف؟ أنتم عوائل منكوبة، هذه عائلة فيها 3 مفقودين، هذه فيها 2، هذه فيها 1. لماذا لا يجتمعوا ويكونوا جمعية، يكونوا مظاهرات دائمة أمام مجالس المحافظات حتى لو كانت في الأسبوع مرة واحدة أمام مجالس المحافظات؟ وعليه هذا الضغط الشعبي يمكن أن يأتي بثمار، شاءت الحكومة أم أبت. أما أنه العوائل صامتة، يعني تخيل بالأمس كان أحد الإعلاميين المطبلين للحكومة يقول هذا الملف كذب، بدليل أنه لا توجد عوائل تخرج مظاهرات، ولدينا 140 عائلة من سبايكر في كل مرة يخرجون مظاهرات لمعرفة مصير أبنائهم. هذا الكلام صحيح؟ يعني يجب أن نعترف أن هنالك خللا على، يعني أنا لا أنكر أن هنالك ضغوطات حكومية، ضغوطات أمنية، ما لا أنكر هذا الشيء، لكن أن نبقى نلتزم الصمت والخوف وحالة الذعر والجبن، هذا الأمر لا يمكن أن يؤتي بثمار. يجب أن يكون وجع ساعة ولا كل ساعة. أما أننا نبقى نتألم ونئن ونبكي ونلطم، وبالتالي لا يوجد متغيرات، فقط بيننا نتكلم وكأننا نخاف من الحائط، من أي شيء. هذا الأمر لا يمكن أخي سمير أن يقود إلى تغيير حال. يجب أن يكون هنالك تكاتف عشائري، تكاتف مجتمعي، تكاتف مع مجالس المحافظات، ومحاولة إحراج مجالس المحافظات، إحراج المحافظين من أجل تفعيل هذا الملف. أما السكوت فأعتقد أن هذا الأمر ربما يشجع الطرف الآخر، الطرف الرسمي، على أن يدعي أن هنا لا يوجد مفقودين، بدليل عدم وجود مظاهرات، عدم وجود يعني مطالبات حقيقية. لكن بالواقع هنالك يعني شكاوى قدمت في صلاح الدين، في سامراء، في غيرها، هنالك آلاف الشكاوى قدمت للمحاكم ولمجالس المحلية. لكن هذا، هل هذا يكفي؟ لا أعتقد أن هذا يكفي. يجب أن تتحرك العشائر تحركا فعليا عبر مظاهرات ولو في الشهر مرة من أجل إحراج الحكومة. الصمت لا يأتي بنتيجة، السكوت لا يأتي بنتيجة، الخوف لا يأتي بنتيجة. علينا أن يعني نجعل همتنا همة كبيرة، أن نترك الخوف وراء ظهورنا، وأن نعمل من أجل معرفة مصير أبنائنا إلى أين ذهبوا. أما المنظمات الدولية فأعتقد أنها لا تهتم اهتمام كامل
طالما هي ترى أن الجانب المحلي أو الجانب الوطني غير مهتم. علينا تفعيل الأمر داخليا، ثم بعد ذلك سنرى أن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ستتفاعل بقوة مع هذا الملف. السكوت لا يحرك الجانب الدولي. أستاذ زياد، وأنتم في أوروبا هناك، هل هناك تحركات في هذا الإطار؟ دكتور سمير، الحقيقة خلال هذه الفترة القصيرة وظهوري على عدد كثير من الفضائيات المحلية والعالمية تحدثوا عن هذا الملف ووردتني رسائل كثيرة. الحقيقة نعمل جاهدين رغم انعدام الإمكانيات الصراحة المادية لدينا، ولكن بتنسيق مع أخوة لدينا في سويسرا وفي بريطانيا على هذا الملف بالتحديد. ولدينا أيضا إن شاء الله مؤتمر قادم حول مؤتمر المغتربين العراقيين، وهو مؤتمر ضخم جدا، أعتقد سنثير هذا الملف أيضا وهو على قدر عالي من الحساسية. سنعمل جاهدين باتصالات مكثفة مع تلك المنظمات، ولكن الحقيقة مثل ما تفضل دكتور جاسم، نحتاج إلى تفاعل أكثر، نحتاج إلى إحصائيات أدق، نحتاج إلى تعاون أكثر من قبل الأهالي، نحتاج إلى معلومات وصور أكثر. اليوم إذا كانت الحجة موثقة والصور موثقة، ولو كثير ملفات لدينا واضحة والجثث وربما الصور والتعذيب والقتل واضح جدا والمغيبين والأرقام لدينا، ولكن مع ذلك نحتاج إلى أن نقدم دعوة رسمية في محكمة لاهاي، نحتاج إلى منظمات عالمية نرفضها بكل ما يصلنا، نحتاج إلى تنسيق أكبر. قسم من الناس يقولون لا، سنقف مكتوفي الأيدي لكون أن هذا الملف لا بين إيران فقط. واهمين أخواني الكرام، أنا أريد أن أوجه رسالة عبر قناتكم قناة الرافدين لكل الشرفاء، لكل الوطنيين، والوطنيين والشرفاء الحمد لله كثر وهم في الخارج، ولكن نحتاج إلى دعمكم ومساندتكم، ونعمل إن شاء الله بجاهدين على فضح كل جرائم الميليشيات في العراق، وضمنها من ضمنها المغيبين والمختفين قسرا في جرف الصخر، المغيبين في سجون بغداد. نحن نتحدث عن حكومة انتهجت، حكومات متعاقبة انتهجت هذا النهج عبر السجون السرية التي فضحناها عندما كان المالكي في سدة الحكم. نتحدث عن دور العبادي وتسليمه المغيبين في المحافظات العراقية كافة، نتحدث عن تغيير ديموغرافي، نتحدث عن طرد 120 ألف نسمة من جرف الصخر. إذن نتحدث عن دور الحرس الإيراني الثوري الإيراني في العراق والتغييرات الديموغرافية في ديالة، ولكن كل هذا نحتاج أن نوحده ببودقة واحدة وعبر مسمى واحد لكي نطالب بالأمم المتحدة والمنظمات العالمية بالحقوق الإنسان وكل الجهات الرسمية والغير رسمية لنطرق هذا الملف، كون هذا الملف حساس جدا ويتعلق بآلاف العوائل العراقية، وكونها تنتظر منا أن نقدم لهم شيء. وإن شاء الله نعمل ليل نهار بجهود ذاتية وبدون أي دعم مادي لنشر هذا الملف وفضح تلك الممارسات التي تقوم بها الميليشيات العراقية. عمليات التغييب القسري أستاذ زياد السنجري، البعض يرى أن هناك مصالح مشتركة في جميع الميليشيات التي ارتكبت هذه الانتهاكات والجرائم بحق العراقيين، سواء كانت في الموصل أو في مناطق شمال العراق أو حتى في جرف الصخر، وكلها البعض يصفها أنها تندرج ضمن نفس المشروع. يعني هل ترى أن هناك حالة مشتركة ربما في عمليات التغييب التي قامت بها عناصر تنظيم الدولة، أو عمليات التغييب التي قامت بها الميليشيات المدعومة من إيران، وكلها بنتيجة واحدة؟ مثل ما تفضلت، النتيجة واحدة، المغيبين من كل المحافظات بطريقة أو بأخرى أصبحوا اليوم في سجون القناة، في سجون جرف الصخر، في سجون بغداد. الحكومة لا تعلم عنهم شيئا، الحكومة لا تستطيع أن تزور جرف الصخر، وأنا ذكرتها في أكثر من مقابلة تلفزيونية، رئيس الوزراء لا يستطيع أن يزور تلك المنطقة. نحن نتحدث عن وزير داخلية ذهب إلى مجلس محافظة بابل يستجدي منهم عودة النازحين عبر جدول، وكأنه يتفضل عليهم، وهو يعني يقدم شيء لم يقدمه أحد، ولكنه ليس بالطموح وليس بالمستوى المطلوب. فإذا نتحدث عن الدور الحكومي، هذه الحكومة ما
عندما ترتبط بالميليشيات بطريقة أو بأخرى، عندما ترتبط بهؤلاء المجرمين وهم من ينصبون الحكومة، لا يستطيعون أن يطالبون منها التدخل في ملف المغيبين. إذن هناك أهداف مشتركة، هناك تغيير ديموغرافي، هناك يعتبرون كل عربي سني، وللأسف أنا أقول هذه التسمية كوننا نحن العراقيين منذ 1400 سنة ليس لدينا تلك التسميات وليس لدينا تلك المشاكل، ونحن من قاتلنا إيران 8 سنوات كلنا كعراقيين وليس كمذهب معين أو قومية معينة. إذا نتحدث عن دور وشراكة كبيرة بين الحكومة وبين تلك الميليشيات، الحكومة التي تعتقل المعتقلين لدى داعش وتسلمهم للميليشيات الذين يرتدون زي الشرطة الاتحادية ويرتدون زي التدخل السريع، ولدينا صور ووثائق تثبت ذلك. فإذا نحن نتحدث عن شريك ليس تواطؤ فقط، شريك مباشر وإنما وإشراف مباشر من قبل الحكومة على ذلك الدور السيء الذي لعبته مع تلك الميليشيات بتغييب تلك الشخصيات. فإذا هناك مشتركات، هناك عملية تغيير ديموغرافي، هناك مقاعد انتخابية، هناك مصالح، هناك الكثير من الأمور التي تجعل الحكومة شريكة بطريقة أو بأخرى، وحتى القوات الأمريكية التي موجودة الآن في العراق وقواعدها تعرف تلك المعلومات ولا تقدم شيء. بالعكس هناك منظمات جمعت أرقام تليفونات ومعلومات من قبل بعض العوائل التي غيب أبنائها، يعطونها للميليشيات ويزودون الميليشيات بالأرقام تلك ويقومون بمساومة الناس. ولدي أمثلة كثيرة الحقيقة حدثت بالفعل في مدينة الموصل وفي جانب الأيمن في موصل الجديدة وكثير من المناطق الأخرى. إذا نتحدث عن شراكة ما بين الحكومة وتلك الميليشيات. إذن هو مشروع ذو أهداف مشتركة، هدفها الأول ربما تغيير الديموغرافي، وهناك أهداف أخرى ربما تندرج بحسب يعني وصف البعض ضمن المشروع الأمريكي منذ احتلال العراق وحتى الآن. إذن مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، كونوا معنا. إذن تابعنا سويا هذا التقرير عن جرائم الإخفاء القسري والقتل الطائفي في العراق وموثقة بالأرقام. بالعودة إليك أستاذ دكتور جاسم الشمري، يعني المشروع الأمريكي منذ العام 2003 وحتى الآن، ملف المغيبين قسريا ماذا يمثل، وأن الأمريكيين بالأساس هم من أسس لموضوع أو أسسوا للسجون والسجون السرية والتعذيب وغيرها؟ والله الموضوع مؤلم يعني حقيقة، يعني احنا لا نريد ان نضيع بين المبالغة التي تتحدث عن مليون مفقود في العراق، هذا الرقم اعتقد يعني مبالغ فيه، ولا نريد ان يعني نتجاهل الرقم التقريبي الذي هو قرابة 15,000 مفقود، يعني هذا الرقم معقول جدا، يعني لانه لو كان في العراق ما بين 250,000 الى مليون مفقود لقامت الدنيا ولم تقعد. لا يعني أعتقد أن يعني هنالك العراق حصل فيه ما حصل ولم تقم الدنيا ولم تقعد، يعني بالمجمل لا يمكن تصور أن هنالك 250,000 عائلة، يعني مع احترامنا لكل عراقيين، يعني ما بهم 10,000 شجاع. هذا أمر يعني أعتقد يعني مبالغ يعني فيه، وبالتالي أعتقد أن القضية كما تحدثنا في البداية. إذا سمحت لي يعني أعيد عليك السؤال لكن بصيغة أخرى، مراقبون يرون أن الميليشيات المدعومة من إيران نفذت
ما مطلوب منها إيرانيا بغطاء أمريكي. هل هذا الأمر له علاقة بموضوع التغييب القسري؟ وطبعا هذه الأرقام التي ذكرت عن أكثر أو ما بين 250 ألف إلى مليون مفقود أو مجهول المصير هي من ضمن تقارير منظمة Human Rights Watch. ولكن في موضوع المشروع الأمريكي والميليشيات والسياسة التخادمية الأمريكية الإيرانية، هل يندرج ملف المغيبين قسريا ضمن هذا المشروع تحت إطار أو تحت عنوان التغيير الديموغرافي؟ أنا أعتقد أن القضية هي قضية غياب الحكومة، غياب الضمير. يعني حتى الميليشيات يفترض أن يكون لديهم عوائل. يعني لا نتصور أنه حتى لو 1% من الميليشيات يمكن أن يتحدث لأهله عن بعض الجرائم. أين دور العوائل، عوائل أفراد الميليشيات في نهي أولادهم عن هذه الجرائم؟ يعني أنت لا تقتل صهيوني، أنت تقتل ابن بلدك. يعني لا تقتل شيشاني ولا أفغاني ولا أي إنسان غير عراقي. وبالتالي لماذا هذا العشق للإرهاب؟ لماذا هذا العشق للدم؟ يا أخي سمير، الموضوع مؤلم. الموضوع هنالك يعني خلل اجتماعي، معناها يعني هنالك يعني تأييد، هنالك يعني يمكن أن نقول موافقة على القتل من المجتمع. هذه إذا وصلنا لهذه المرحلة لدى عوائل قتلة، هذه معناها نحن أمام مجاميع إرهابية وإن لم تقتل. يعني من يؤيد قاتل على الجريمة فهو مشترك بها ولو بالدعم المعنوي، وعليه يفترض أن يعني نزيد من حالة الفهم لحرمة الإنسان. يعني يفترض أن تشارك القوى الدينية، القوى المدنية، القوى المجتمعية في بيان أن الإنسان هو أسمى شيء في الوجود، وعليه من يقتل الإنسان يعني يقتل الدنيا، يقتل المجتمع، يقتل عائلة، يقتل السعادة، يقتل الفرحة، يقتل البهجة. من يحيي إنسان يحيي الدنيا، يحيي السعادة، يحيي البهجة، السرور، المجتمع. هذه الثقافة يجب أن تنتشر. أنا لا أتحدث بخيال ولا مثالية، لكن هذا الأمر يعني لا يفترض بنا أن نلصق كل الجرائم بالحكومة. الحكومة متهمة، الحكومة مقصرة، لكن علينا نحن كمجتمع أن يكون لنا دور في إيقاف الجريمة، في نكرانها، في الوقوف ضدها، في أن يعني نقاطع المجرمين، في أن لا نؤيد المجرمين. أما أنه نسكت على فلان وفلان وفلان، هذا بالنتيجة سيقود إلى تنامي ظاهرة القتل وإلى تنامي ظاهرة الشر بالمجتمع. القاتل والمجرم جبان مهما تظاهر بالقوة، مهما تظاهر بالقوة، لأنه يعرف أن الفعل الذي قام به مخالف لإرادة الله سبحانه وتعالى ولإرادة القانون. وبالتالي بطبيعة الإنسان حينما يخالف القانون يبقى في حالة خوف. أما حينما يجد أن المجتمع مؤيد له على الرغم من الخطأ، هنا تبدأ حالة التنمر، حالة الغلو في القتل والجريمة. إذن أنا أقول دورنا إحنا كإعلاميين، دور حضرتك، دوري أنا، دور أستاذ زياد، دور كل إعلامي، دور كل شيخ عشيرة، دور كل إمام وخطيب، دور كل إنسان مثقف في المجتمع، عبر تويتر، عبر المنابر، عبر التلفزيون، عبر المقاهي، في أي مكان، علينا أن نعمل على تثقيف أنفسنا وتثقيف مجتمعنا بأن هذول قتلة ما يمثلون العراقيين، هذول قتلة غرباء عن المجرمين، دول غرباء عن العراق. وبالتالي حينما ننشر هذه الثقافة سنرى أن هذه الظاهرة تبدأ بالانكماش، وسنرى خلال أشهر وليس خلال سنوات أن المجتمع يبدأ يتجه بالاتجاه الصحيح. أما السكوت فهذا يعني أعتقد هو مشاركة في القتل، وأعتقد أننا في الغالب جميعنا مشارك في هذه الجريمة، سواء بالصمت أو يعني الخوف من القتلة والمجرم. أرحب بي الأستاذ ضياء الشمري، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك أستاذ ضياء. أهلا وسهلا.
استاذ، كيف ينظر القانون الدولي الى عمليات التغييب القسري والقتل الطائفي في العراق؟ هي بالحقيقة كل هذه العمليات لانتهاك حقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها الحكومة العراقية والميليشيات والحشد الشعبي هي جرائم مخالفة لكل الشرائع الدولية. هذه الجرائم مدونة عند الأمم المتحدة ومدونة عند منظمات المجتمع المدني المختصة بقضايا حقوق الإنسان. الأمر الذي تتبعه الحكومة العراقية بالوقت الحاضر هو أمر غير مبرر. الحكومة العراقية هي حكومة مارقة على النظام الدولي، عن الأعراف الدولية المتعارف عنها. لهذا السبب هذه الحكومة لا يمكن أن يقال عليها أنه هذه حكومة، وإنما هي مجموعة من البشر حكموا العراق، مجموعة يحكمون العراق. ولهذا السبب أنه هذول المجموعة هي مجموعة عصابات، وتشكيلهم هي تشكيلة عصابات بالوقت الحاضر. أنه بالوقت الحاضر هي الميليشيات التي تحكم العراق وليس القانون، وليس حتى القانون العراقي اللي موجود، اللي هم أسسوا دولة الاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية حينما وضعت الدستور. هذا الدستور لحد هذه اللحظة بسوء لم ينفذ جزء من عند الجزء البسيط هو الذي يخص حقوق الإنسان. إذن الحكومة العراقية ليس لها سلطة على الميليشيات والمرتكبين الجرائم. يعني المثل يقول الصبح هو في الجيش العراقي وفي الشرطة العراقية، ومساء هو في الميليشيات. الحقيقة هم كلهم جزء من هذه العملية الميليشيات، ومدعومين من القادة الدينيين الموجودين في العراق، إذا كانوا شيعة وإذا كانوا سنة، كلهم متهمين بهذه العملية لدعمهم هذه المجاميع البشرية بالوقت الحاضر. نعم أستاذ زياد سنجري، يعني في دقيقة واحدة كيف تتوقع أن يكون يعني الصورة المستقبلية للعراق ولملف حقوق الإنسان في العراق بعد هذه الجرائم المتوالية والانتهاكات المتعمدة؟ هذه قبلة موقوتة دائما أنا أقولها في العراق الآن. إذ نحن نتحدث عن مشكلة اجتماعية خطيرة جدا، نتحدث عن مساهمة حكومة وقادة وميليشيات وقتال وأحزاب سياسية، نتحدث عن رئيس مجلس النواب الحلبوسي الذي يقول هم مجرد 30 شخص في أعمال جنائية قتلوا. إذا نتحدث عن تسويف حكومي وتسويف تشريعي، فإذا بكل تأكيد العراق متجه إلى الهاوية، والهاوية ما نشاهده اليوم من دمار وتخريب وفساد. نتحدث عن البصرة، نتحدث عن ذي قار، نتحدث عن بغداد، نتحدث عن الأنبار، نتحدث عن الموصل، كركوك، تكريت، كل المحافظات العراقية منكوبة، ولكن بطريقة وبأخرى. وجه النكبة لربما هنا فساد، هنا سرقة، هنا تجارة، هنا متعة، هنا مخدرات، هنا إلى آخره. فإذا نتحدث نحن عن مشكلة تفاقمية داخل المجتمع العراقي لا يمكن حلها إلا بتدخل دولي وأقليمي، وعلينا أن نوحد كل الجهود ولا ننتظر من العدو أن يصحى، لأنه جاء مبرمجا معدا بشكل أو بآخر لأن يقتل وينهب ويسرق ويغيب الآخرين. نحتاج إلى رجال أقوياء يقولون كلمة الحق مهما كانت ومهما كانت التهديدات والظروف التي يعانون منها. نحتاج إلى جهود وعمل، وليس عمل كلام إنشائي على المحطات ونولول مثل النساء. علينا أن نعمل بجد، أن نقدم، أن نجتهد، أن نراسل، أن نعمل ليل نهار من أجل هؤلاء المغيبين العراقيين بكل طوائفهم وأديانهم وقومياتهم وعراقهم. نتحدث عن مساندة كبيرة لكل العراقيين في كل مكان عبر كل محطات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. دكتور جاسم، يعني في الكثير من الملفات شائكة وكثير من المواضيع المتعلقة بالعراق بعد 2003، ليس فقط ملف المغيبين قسريا، الكثير من المشاكل والكثير من الانتهاكات والظلم لحقوق الإنسان العراقي. هناك ملفات أخرى تهدد المجتمع العراقي كملف المخدرات مثلا، والتغييب القسري وعمليات الجثث مجهولة الهوية وهذه الصور والمشاهد التي عادت من جديد. كيف تنظرون إلى المستقبل العراقي في ظل حكم
هذه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن؟ يعني الواقع مع الأسف يعني حكومة سيد عادل عبد المهدي حكومة ضعيفة جدا، يعني على الرغم من محاولة هذا الرجل أن يقول أنه يعني قادر على فعل شيء، يعني الحكومة أصدرت عدة قرارات يمكن أن نسميها قرارات شجاعة، لكن يعني بالمحصلة لم نرى ولم نسمع ولم نتابع من يطبق هذه القرارات. يعني الحكومة تحدثت عن قضية الميليشيات وضرورة إغلاق مقار الميليشيات، وكنا نأمل خيرا أن الحكومة بدأت تضبط السلاح في المشهد العراقي، لكن مع الأسف رأينا أن يعني الأمر وصل إلى درجة أن الشيخ الناصري تكلم بجرأة وتحدث عن الجيش الحكومي بكلام يعني على أن الجيش هو مرتزق، وهذه إهانة للجيش العراقي بغض النظر عن موقفنا من تاريخ الجيش العراقي. يعني أنا أتحدث عن تاريخ الجيش العراقي، هذه إهانة للتاريخ العراقي، وبالتالي أعتقد أن الميليشيات اليوم في ظل حكومة سيد عادل عبد المهدي هي أقوى من حكومة السيد العبادي، وعليه يعني هنالك تناقض ما بين الخطاب والواقع. يعني الكلام الحكومي يعني ربما هم ضحوا بحمزة الشمري، يعني هذا الموجود في بغداد، لأنه ربما انتهت ورقة حمزة الشمري وتم اعتقاله. بالمقابل يعني بدأنا نشاهد أن الميليشيات بدأت تظهر بشكل أكثر يعني قوة، وربما هنالك كلام على أن الحشد الشعبي ربما سيصل في المستقبل القريب إلى مرحلة الحرس الثوري الإيراني وينهي دور الجيش في العراق. هذه الحالة يعني حقيقة بحاجة إلى فعل حكومي، بحاجة إلى إرادة برلمانية، وأعتقد أن الحكومة والبرلمان اليوم في اختبار كبير. طيب، ولا أعتقد أنهم يمتلكون قدرة على تجاوز هذا الاختبار. نتوجه بسؤال للأستاذ ضياء الشمري أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، لماذا يغيب الفعل الحكومي مثل ما تحدث الدكتور جاسم؟ لماذا يغيب الأمر الحكومي؟ الأمر بالوقت الحاضر أمر الحكومة، أعتقد وضحها الأخ الضيف أنه الأمر الحكومة لا يمكن بهذه الحكومة تكون العملية جادة للتغيير بالوقت الحاضر. هو تحدث عن الجيش العراقي، لا تحدث عن الجيش العراقي وقال الجيش العراقي، الجيش العراقي السابق هو هذا الجيش اللي أسس على أساس أنه جيش العراق هو يخدم العراق. بالوقت الحاضر من 2003 ولحد هذه اللحظة الجيش العراقي هو جيش دمج وليست الجيش العراقي، ليس له صلة بالجيش العراقي السابق. الجيش العراقي أغلبهم الموجودين في الجيش حتى القادة نعم كانوا ضباط سابقا بالجيش العراقي وخريجين الأكاديمية العسكرية العراقية، ولكن بالوقت الحاضر اجوا دمج من جميع الجهات، اجوا دمج وصاروا في الجيش العراقي. إذن الجيش العراقي ليس نصفه بهذا الجيش، الجيش العراقي وصفوه بالجيش المرتزقة، بالجيش المرتشي، بالجيش إلى أسوأ حالات اللي وصفوا بها الجيش العراقي. وهذا يتبع أيضا الشرطة والأمن العراقية، الأمن والشرطة العراقية احنا نعرف جيدا ونعلم جيدا أعطاهم مراتب وأعطاهم أشياء هي تختلف عن القوانين الدولية المتعارف عنها من ناحية الترتيب المهني لتكوين الأمن والدولة بالعراق. الدولة بالعراق لم تكون دولة، لا عادل عبد المهدي راح ينفع ولا هذا البرلمان الذي ينفع. البرلمان هم يعترفون يقولوا احنا جينا البرلمان بالتزوير وبالرشاوي. إذا البرلمان مزور والأمن مزور والجيش لا يوجد، كيف ممكن تكون الحكومة العراقية بالوقت الحاضر إذا كانت تختلف عن حالة الوقت الحاضر؟ إذا هذا الأمر غريب جدا. الأمر الذي رسم لهذه الحكومة أن تكون بهذه الصفة هو الاحتلال من بدايته، الاحتلال من بدايته. الولايات المتحدة الأمريكية خاضت الحرب العالمية الثانية واحتلت ألمانيا واحتلت النمسا، لكن حينما أتت برجال يخدمون هذا الشعب في ألمانيا وفي النمسا، وأنا نعرف كيف تطورت
ألمانيا والنمسا وإلى طيب. حد هذه يعني الحالة من احتلت العراق من احتلت العراق جابت الحرامية والسراق وكل الجنات الموجودين حكموا العراق، هذه اللي جابتها بالوقت الحاضر بالوقت السابق في الاحتلال ألمانيا من هم الرجال، احنا نقرأ التاريخ، من هم الرجال الذي حكموا ألمانيا، من هم الرجال الذي حكموا النمسا، ومن هم الرجال بعد الاحتلال العراق، من هم الذي أتت بهم الولايات المتحدة، ذولا مجرمين وقتلة ومرتزقة وليس لهم ولاء لا للشعب ولا للوطن، ولاءهم إلى جهات أخرى وإلى دول أخرى. دكتور جاسم، البعض يقول أن الحكومة متسترة على هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات فيما يخص موضوع التغييب القسري والقتل الطائفي، وأن الأمر لا يتعلق بموضوع ضعفها أو أنها ضعيفة ولا تستطيع فعل شيء. يعني متسترة؟ متسترة نعم، ومسهلة بسبب أنها ليس لديها أي استراتيجية لتسليم المتسببين بهذه الانتهاكات للعدالة. يعني من الذين ارتكبوا هذه الجرائم؟ يعني حتى الذين ارتكبوا هذه الجرائم هم عناصر ميليشياوية تابعة لأطراف، بعضها يمتلك أكثر من 50 مقعدا، بعضها يعني أقل ميليشيا تمتلك 15 مقعدا، هي ميليشيا صادقون. وعليه من يعني يحاسب من عادل عبد المهدي؟ يعني القضية قضية بحاجة إلى تفكيك. يعني حينما يكون عضو بالبرلمان ويعني هو جزء من ميليشيا، يعني أنا ذكرت في أكثر من مناسبة أن أكثر من أعضاء البرلمان العراقي هم يعني تابعون لميليشيات بما فيهم حزب الدعوة يمتلك 3 ألوية بالحشد الشعبي. كيف يمكن يعني تصور أن عادل عبد المهدي يمتلك الجرأة والقوة والقدرة على محاسبة هؤلاء؟ حدث العاقل بما لا يعقل. عليه أنا أعتقد أن القضية أكبر من السيد عادل عبد المهدي، القضية معقدة، القضية شائكة، القضية بيد الذين جاءوا بعادل عبد المهدي. يعني لو السيد عادل عبد المهدي هو فعلا مستقل كما قالوا، ويعني يمتلك طبعا هو بموجب الدستور يمتلك صلاحيات مخيفة، لكن أين هو الدستور؟ من الذي فعل الدستور؟ لا يوجد تفعيل للدستور. وعليه أعتقد أن القضية أكبر من الحكومة، على افتراض أنا لا أدافع عن السيد عادل عبد المهدي، وإنما أقول أن القضية معقدة وبحاجة إلى تفكيك من أصل المشكلة. هنالك يعني أصل اللعبة فيها خلل، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة تفكيك وتركيب المشهد العراقي من جديد حتى نصل إلى من الذي بيده يعني بيده القدرة على تفكيك هذا الواقع. يعني يفترض بالحالة المنطقية أن الشعب هو الذي يمتلك هذه القدرة. أما في حالة المشهد العراقي فأعتقد أن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على إعادة ترتيب المشهد العراقي ثانية. أمريكا هي التي أدخلت العراق في هذا النفق، وأمريكا هي القادرة لوحدها على إعادة ترتيب أوراق المشهد العراقي. عدا ذلك فلا أعتقد أن الأمر سيصل إلى نتيجة. اليوم الحكومة قوية شئنا أم أبينا، لديها أموال، لديها رجال، لديها جيش، لديها أمن، لديها استخبارات، لديها مخابرات، لديها ميليشيات، بكل معنى الكلمة قوية. يعني هذا أستاذ سمير، هذا لا يعني دفاعا عن الحكومة. أنت كطبيب حينما تقول للمريض أن يعني فيك العلة الفلانية، يعني هذا يعني لأنك طبيب شاطر تشخص حالة. أما أنا أقول فإن الحكومة ضعيفة لا، هذا كلام غير صحيح. لو كانت الحكومة ضعيفة لما بقينا منذ أكثر من 10 سنوات في الخارج، نحن ممنوعون من دخول العراق بسبب الحكومة الضعيفة. هذا كلام غير الحكومة الضعيفة أم الميليشيات القوية؟ الجميع أقوياء، وبالتالي قوة الحكومة هي من قوة الميليشيات التي جاءت بالحكومة، وبالتالي النتيجة تبقى الحكومة ضعيفة لأنها مسيطرة عليها من قبل الميليشيات القوية. وعليه أعتقد أن الولايات المتحدة هي وحدها القادرة على إعادة ترتيب المشهد العراقي. إذن هي حلقة من حلقات المشروع الأمريكي، وهذا ما سأل يعني
هذه كل السؤال الرئيسي الذي طرحناه كل ما يجري في العراق استاذ سمير هو حلقة من حلقات الاستراتيجية الأمريكية التي لم تنفذ حتى اليوم. حينما انهار الجدار العراقي وتم احتلال العراق انتشرت الفوضى في الشرق الأوسط. يعني قبل احتلال العراق لم يكن المشهد في الشرق الأوسط بهذه الفوضى. احتلوا العراق ورأينا بعد ذلك هذا الدمار والخراب والفوضى في الشرق الأوسط، وعليه ربما أرادوا بضربة معلم أن يثبتوا للعالم أننا أسقطنا دولة قوية وبالتالي يمكننا أن نسقط بقية الدول. وعليه أعتقد أن أمريكا هي المستفيد الأكبر من هذه الفوضى والدمار الموجود في العراق والمنطقة. في ختام هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا دكتور جاسم الشمري الباحث السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو، وشكرا لك شكرا جزيلا أستاذ ضياء الشمري أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، والشكر موصول أيضا للأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي كان معنا عبر سكايب من فيينا. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.